نبدا الحين الدكتور سيد علي وانا اسجل اسماء الاختراعات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبه لي الشيء اللي كان مؤلم هو عدم وجود بامفلت لهذا العرض الجميل من وجهه نظري. لقد اضعتم مجهود الناس بتوثيقهم للمستقبل. العرض سينتهي، المهرجان سينتهي، ولكن البامفلت كان سيظل هو الحامل او على الاقل هو الموثق لجهود كل الناس. انا هتكلم عن ناس، للاسف انا ما عنديش اسماء. لو هنتكلم اول ملاحظه كتبتها عن الديكور. الديكور بالنسبة لي كان مبتكرا في نقطة جميلة، وهي وجود قطع الشطرنج، وكأن هذا المكان الملك والوزير، لكن لماذا قطع الشطرنج؟ كان ممكن يضع مثلا صورة أو مجسم للتاج، وكأنها لعبة. المقصود بأننا سنرى لعبة غير واقعية، لأنها مستحيلة. فكرة معرفة الموت هنتكلم عنها، ده شيء يعتبر شيء من المستحيل، حتى لا يتهم مثلا النص او العرض او شيء بانه بيخش في الغيبيات او بيتكلم عن شيء مستحيل، فممكن تكون الفكره اللي موجوده. فكره ان الديكور لا يتحرك الا حركتين، سواء عند الملك او سواء عند الرجل العالم او العابد، طبعا دي كانت شيء يعني فكره جميله وأدت الغرض بالفعل. هنيجي نتكلم عن الأزياء. أنا بالنسبة لي أقنعتني. أزياء تتوافق مع القصة التراثية أو الزي، وكأننا في عصر عباسي، عصر مملوكي، عصر أندلسي. هذه هي الأزياء اللي كانت متاحة. لم أجد مثلا زيا معاصرا أو عصريا يكسر عندي فكرة إن أنا عايش في عقب التاريخ. بالنسبة للإضاءة، أنا قلت هذا الكلام إن ما شاء الله واضح إن هذا المهرجان هو مهرجان الإضاءة المسرحية. الإضاءة في أغلب العروض اللي مرت وهذا العرض كانت البطل الحقيقي من وجهة نظري. الجزء الجميل اللي لفت نظري في إضاءة هذا العرض على الخصوص فكرة استرجاع الزمن. لما حبيت نحكي استرجاع الزمن وجدنا اكتشافات مع المراوح. المروحة هنا جعلت إني الإضاءة مزبزبة، وكأني بحكي شيء في الخلفية أو بحكي حلم أو بحكي قصة موجودة. الموسيقى والغناء كفى أنها موسيقى غير مسجلة لايف. النقطة الجميلة صوت كونسرت نصار الأغنية، وكلنا تأثرنا بيها، ده شيء أيضا طيب لأنها مسجلة. الفكرة اللي خاصة بالعرض في غاية الروعة لو فهمنا نقطة معينة. هو موعد مع الموت كما قال صديقنا الدكتور سامي، وممكن موعد مع الحب، وممكن موعد مع اللذة، وممكن موعد مع الغيب، وممكن موعد مع المستحيل. لكن الجميل في الأمر، الرسالة اللي وصلتني، فكرة إن الإنسان رغم إنه عالم ويعلم جيدا موعد وفاته، لكن ماذا حدث؟ نسي. بسبب الحب، بسبب الحياة، وكأن الحياة أقوى من الموت، لأنه عاش حياته، استمتع بحياته بغض النظر عن الاستمتاع ده كان حرام أو حلال، لكن عاش حياة. فلما عاش الحياة نسي الموت، ودي يمكن نقطة واضحة جدا في بعض الأمراض اللي كنا عارفينها ربنا يعني يعافي الجميع عنها. في بعض الأمراض بيبقى عارفين الإنسان ده نهاية الموت، فإما بيموت من الجبت يا إما بينسى مرضه وبينسى موعده وبيعيش في الحياة. ودي الرسالة اللي وصلت لي. رسالة أخرى، تعلموا ادرسوا لكن ابعدوا عن الإلحاد. بمعنى إن العالم ده من كثرة علومه ووصوله إلى نقطة استحالة العلم أن يصل إليها، هو موعد الموت أو موعد القيامة أو ما إلى آخره، هو قدر يوصل لده. طبعاً ما وصلناش إزاي. إذا علمنا أصبح فاسداً، وبالتالي في نهاية العرض لما حصل الموت الديكور ما سقطش، الديكور انحى حتى تسقط الكتب
أن يسقط العلم القائم على الإلحاد بالنسبة لهذا العالم. وشكرا. شكرا دكتور.